إخواني في الله، إذا نذكر باب سنية الابتكار للخروج في السفر، حيث من السنة أن تخرج للسفر من أول النهار، أن تخرج مبكرة، فهذه سنة. نسمع الحديث. عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. نعم، إذن هذا أيضا من فوائد غير اتباع السنة في أن تسافر أول النهار. هناك فائدة أخرى، وهي أنها من أسباب زيادة الرزق، من أسباب زيادة الرزق أن تسافر سفر العمل وأن تتاجر في أول النهار، في أول النهار. والسنة الأخرى، إذن واحد أن تسافر في أول النهار، السنة الثانية أن تسافر يوم الخميس. اسمع الآن. عن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس، وفي لفظ خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. الفوائد والأحكام. قال العلامة العيني: كان يحب أن يخرج يوم الخميس، ومحبته صلى الله عليه وسلم إياه لا تخلو عن حكمة. اثنين، ضعف الحافظ ابن حجر حديثا عزاه للطبراني، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس. إخواني في الله، أردنا أن نطبق هاتين السنتين مع المعتمرين، فكما ذكرت لكم سابقا أني خرجت بفضل الله ولوجه الله من غير أي عائد مادي، ما يقارب من 20 رحلة عمرة كنت مرشدا ومنظما في أكثرها لرحلات العمرة. فمما أردت أن أطبقه هاتين السنتين، أن أخرج في بداية النهار، وفي نفس الوقت أن يكون يوم الخميس. ولكن كانت المفاجأة كما يلي: فعندما خرجنا في أول النهار، ومش أول النهار أول النهار، يعني على 10، فقاربنا من السنة، ولكننا عندما وصلنا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وصلناها في الساعة 9 أو 10 إلى الفندق، وكانت المفاجأة لبعضهم أن الفندق لا يسلمك الغرف إلا بعد 2:00 ظهرا، أي بعد صلاة الجمعة بساعة، وحق له، لأن من في الفندق يريد أن يصلي الجمعة، وبعد الجمعة يغادر، هذا الأمر يحتاج على الأقل إلى 1 أو 2 ساعات. فكان منهم من غضب: أنا وصلت بدي غرفتي. فقلت له: أنتم تريدون السنة فلا بد أن تصبروا، وأنا نبهتكم أننا لن نستلم الغرف إلا بعد 2:00 ظهرا. فكان الأكثر قد تقبلوا السنة وتقبلوا النصيحة، وقالوا: نعم، سنثبت على السنة حتى لو فيها شيء من التعب. فدخل الشباب واغتسلوا في المرافق الفندق، وهي نظيفة ومعدة وطاهرة ومعقمة، ومنهم من اغتسل في حمامات المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، والأمور تمام. والنساء منهن اللاتي عندهن طاقة توضأنا ونزلنا إلى المسجد النبوي، ومن كانت تعبة أمثال أمي رحمة الله عليها فبقيت في الفندق إلى أن صليت ورجعنا واستلمنا الغرف. فهذا يجيبك على سؤال، أن تطبيق هذه السنة ينبغي لك أن تتنبه إلى أمور ثلاثة، إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول، أن هذا الأمر
لا يمكن أن تطبقه في رحلات العمرة إلا إذا هيأت الموجودين أنهم لن يستلموا الغرف إلا بعد صلاة الجمعة، وبالتالي تقرهم ويتقبلوا ويصبروا، لأن بعضهم حتى بعدما تنبه وقت الجد شو ماله بيزعل. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إخواني في الله، أنك تستطيع أن تطبق هذه السنة بسهولة إذا سافرت سفر طيران. إذا سافرت سفر الطيران فيسهل عليك أن تؤدي هذه السنة، أقصد رحلة العمرة. فلو سافرت الساعة 10 وأقلعت الطائرة الساعة 12 وتصل الساعة 2 مطار جدة وتصل إلى الفندق الساعة 4 فتستلم الغرف بأريحية. إذن تنبهوا إلى هذا الشيء، أن سفر الطيران مما يعين على تطبيق هذه السنة. ثلاث، أنه يمكنك أن تطبق هذه السنة إذا سافرت بسيارتك الخاصة، وهذه إيجابيات السفر بالسيارة الخاصة لمن أراد تطبيق السنة، وليس فقط التنزه، مع أنه يرافقها التعب والمخاطرة وربما بعض الإشكالات. فعندها تسافر مع 4 أو مع 3 فيسهل عليكم أن تطبقوا هذه السنة. تخرجوا بعد الفجر فإذا بكم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله بعد المغرب أو بعد العشاء، تصلوا في نفس اليوم بإذن الله تعالى. وعلى ضوئها، فمن أراد أن يطبق هذه السنن فيتنبه. وهذا يدلنا على سبب ما يفعله منظمو رحلات العمرة، أنهم يأخذون الناس بعد العصر فلا يطبقوا هذه السنة. لما؟ لأن الناس لا تتقبل أن يتأخر عليهم تسليم الغرف. إمتى الانطلاق؟ الانطلاق الساعة 4 عصرا أو بعد صلاة التراويح، أحسن وأحسن عشان تصل المدينة إيش؟ الليل. فيقولون لك الانطلاق عصرا ولا يذهبون بك يوم الخميس. لما؟ لأنك تريد صلاة جمعة وين؟ في المسجد النبوي، وما فيش تسليم غرف فما بزبط. فهذا هو السبب انهم بيجعلوها يوم الأربعاء وبعد العصر او بعد العشاء. السبب هم حال الناس حتى لا يقعوا في إشكالات.